تاريخ المدن المغربية، أصالة وحضارة وتنمية. تاريخ المدن المغربية، إعداد وتقديم زكية حداد، إخراج كريمة بن نيكس. السلام عليكم مستمعينا الكرام، ومرحبا بكم في هذه الجولة التاريخية الأسبوعية. سنحط رحال هذا الأسبوع بمدينة تعتبر بحق أشهر المدن الأصيلة المغربية، وهي الشاهد المباشر على عظمة المغرب وعبقريته، مدينة تلقب بالحمراء نسبة إلى اللون الغالب على مبانيها، وتوصف أيضا بمدينة البهجة حيث لا تخفى الروح المرحة والميل للنكتة لدى أهلها. هي زهرة الجنوب، أعطت الجدران الحمراء للمدينة ومختلف المباني التي شيدت من الحجر الرملي الأحمر المدينة طابعا وسحرا خاصا. لعلكم عرفتموها، هي مراكش الحمراء. نحل ضيوفا هذا الأسبوع بين أسوارها ونستنشق عبقا من تاريخها. تاريخ مدينة مراكش بصم تاريخ المغرب بخطوط من ذهب بسبب الأحداث والوقائع والشخصيات، حيث رسخت هوية هذا البلد وعكست عراقته وأصالة ثوابته. رفقة الدكتور أحمد عمالك، أستاذ سابق لشعبة التاريخ بجامعة القاضي عياض، سنحاول تسليط الضوء على بعض تفاصيل هذا التاريخ، لعلنا بذلك نحرك الهمم للبحث والتنقيب في تفاصيل أكبر. نبدأ أولا بتسمية المدينة. ينبغي أولا أن نقف عند هذا الاسم، فكتبت بالميم والراء والواو والكاف والشين في أقدم مصدر تحدث عن هذه المدينة وهو معاصر لذلك الوقت، وهو كتاب التبيان لعبد الله بن بولوغين بن زيري. فهذا الرجل يكتبها في مذكراته هكذا بالميم والراء والواو والكاف والشين. وطبعا بما أن في كلام الناس النحت والزيادة والنقصان وعدم ضبط الشكل، فأصبحت تنطق مراكش ومراكش ومراكش إلى آخره، ولكن أقرب صيغ للإسم هو الإسم الإسباني مرويكوش. ولذلك قرأ بعضهم في كتاب التبيان الذي ذكرت ذكرها، يعني قرأها بهذا الاسم، فالأقرب إلى الصواب هو الصيغة الإسبانية. ما مدلول هذه الكلمة؟ مدلول هذه الكلمة، هذه الكلمة قيل بأنها زيناتية قديمة، ترجع إلى اللغة الأمازيغية الزيناتية القديمة، وتتركب من كلمتين، من كلمة أمور أو مور، ومن كلمة كوش، والواو يعني للإضافة. فمعنى هذا أمور تعني الحماية، وكش الله يعني المكان الذي تراعى فيه حماية الناس أو العهود إلى آخره، لأن هذا سأفسره فيما بعد بالقول بأن موقع المدينة أو موضع لنا يقع بين قبيلتين كانتا تتصارعان فيما قبل، هما قبيلة إزمير وإنتان، هنتاتا وهزميرة بالعربي. فهذا الموضع كان مكان اتصال بينهما، منطقة حدودية يعني تركوها هكذا، لا ملكية لإحدى القبيلتين على الأخرى، يعني حتى واحدة ما كتملك هذه البقعة هذه. فلذلك لما اختير الموضع اختير على أساس أنه منطقة محايدة، يعني هذه صيغة. صيغة أخرى يقال بأن البقعة اشتريت إلى غير ذلك. إذن هذا بدون أن أدخل في باقي التفاصيل التي يجلبها المؤرخون من قضية أن اسم مراكش يعني موركيش يعني مر بسرعة، أو مراكش اسم لعبدين كان يكمن في المنطقة يعني لص يقطع الطريق على المارين، فكان بعضهم يحذر الآخر فيقول له مركش يعني مر مسرعا إلى غير ذلك. فهذا لا معنى له على كل حال إلا ما جاء من تزيد الكتاب والمؤرخين القدامى.
اختيار موضع مدينة مراكش كان من طرف أبي بكر بن عمر ابن عم يوسف بن تاشفين. هذا الرجل هو الذي كان رئيسا للمرابطين لما حلوا بمدينة أغمات التي كانت موجودة جنوب مدينة مراكش فاستقر هناك. لكن مدينة أغمات كانت منطقة متحضرة وكانت بها حركة تجارية واسعة، فقد كانت عقدة تجارية بين الشمال والجنوب وبين الشرق والغرب، فلم ترق لأبي بكر بن عمر وعشيرته، خاصة أنه كانت معهم مواشيهم وأغنامهم وإبلهم التي لم تكن تتحمل الرطوبة الكبيرة وكثرة الأشجار والحشرات المرتبطة بالمياه والشجر، فكان ضروريا اختيار موضع آخر. هؤلاء الناس هم صحراويون لا قبل لهم بهذا الخصب الكبير وهذا النماء. ثم لعل سكان مدينة أغمات تضايقوا من بعض ممارسات هؤلاء البدو الذين حلوا بالمنطقة، لذلك ربما تقدم أشياخ المدينة مدينة أغمات إلى أبي بكر بن عمر ليشتكون من تلك الممارسات، فعين هذا الرجل، قال لهم يعني عين لجنة وقال لها عينوا لنا مكانا نبني فيه مدينة بحول الله تعالى. فطبعا هذه اللجنة انطلقت وزارت هذا الموضع، فرجعوا إلى أبي بكر بن عمر وقالوا له وعثرنا لك على موضع يكون نفيس جنانها ودكالة دانها وجبل درن بيد أميرها طول زمانها، يعني أن هذا الموقع هو موقع استراتيجي مهم جدا ليس بعيدا عن نفيس الذي كانت يعني فيه الحدائق الغناء خاصة الفواكه، وعن دكالة التي تعتبر خزان الحبوب، وكذلك بعيد من منطقة درن التي توجد فيها عصبية أخرى وهي قبيلة المصامدة التي ربما كانت مستقرة هناك، وربما تتضايق من هؤلاء البدو المرابطين اللمتونيون الملتمون الذين حلوا بهذه المنطقة كهرباء ولهم ممارسات على كل حال ممارسات البدوية مخالفة لممارسات المستقرين، ولذلك ربما قد يتضايقون قد يهاجمونهم قد يقع تناقض بين طرفين على المرعى وعلى الماء وما إلى ذلك. فالبعد يعني من ناحية حوالي 30 أو 35 كيلومتر بحساب اليوم، ثم البعد بالنسبة لذلك الوقت لأن 35 كيلومتر يعني كافية لأن يتهيأ الإنسان لمواجهة الخصم الذي أو المهاجم الذي يأتي كخصم لمباغتة المدينة. تم اختيار موقع المدينة وبدأ البناء، لكن أبا بكر بن عمر بلغته أنباء مقلقة من الصحراء، حيث كان هناك قبل القدوم إلى أغمات يقوم بالدعوة إلى الله وتعليم الناس الدين، فبلغته أنباء من هناك تحتم عليه العودة لإتمام مهمته، فأوصى لابن عمه يوسف بن تاشفين بالخلافة على المرابطين، وأصبحت مدينة مراكش تحت إمرة يوسف بن تاشفين، وأصبحت عاصمة الغرب الإسلامي، فمنها بدأت توجه الفتوحات إلى الشرق من جهة وإلى الشمال من جهة أخرى، وكان الفتح العظيم في معركة الزلاقة واسترجاع جزء من الأندلس وتوحيدها. دائما مع الدكتور أحمد عمالك. قضى على ممالك الطوائف ووحد بلاد الأندلس وأصبحت العدوتان العدوة المغربية العدوة الجنوبية والعدوة الشمالية الأندلس تحت إمرة دولة واحدة تدار من مدينة مراكش. بعد وفاة يوسف بن تاشفين بدأت تظهر قلاقل وتوترات في خلافة ابنه علي بن يوسف من طرف محمد الملقب بالمهدي بن تومر جهة الأطلس، فقرر الخليفة تطويق المدينة بأسوار باستشارة مع العلماء، فقام ببناء السور الذي لا يزال قائما إلى اليوم والذي تتخلله أبواب تصل إلى 13 بابا، ووصل محيط المدينة إلى 9 كيلومترات، وهذه هي المدينة القديمة التي أصبحت تلقب مع الموحدين ببغداد المغرب. لما دخل الموحدون إلى هذه المدينة سنة 541 1147 ميلادية طبعا وسعوا هذه المدينة ووجدوا من جملة التوسيع التي قاموا بها وهي بناء ما يسمى بالقصبة أو تمراكش جنوبي المدينة العتيقة،
فتقريبا يعني أصبحت هذه المدينة ضعف المدينة المصورة واتسعت، وهنا أطلق عليها بغداد المغرب. يعني أصبحت المدينة يعني مدينة كبيرة جدا بسكانها وبقوتها السياسية والعسكرية والاقتصادية والمالية إلى غير ذلك. واتسعت الإمبراطورية المغربية يعني إلى تقريبا حدود مصر، مع يعني تقريبا ثلاث أرباع من بلاد الأندلس، يعني ما يسمى بشبه جزيرة إيبيريا، يعني البرتغال وإسبانيا اليوم. إذن هذه الإمبراطورية أصبحت تدار من مدينة مراكش تحت سيطرة الدولة الموحدية، وظلت دائما تحافظ على توسعاتها في الجنوب إلى حدود نهري النيجر والسنغال. هذه المدينة يعني ما فتئت تتقوى، خاصة في بلغت أوجها في عهد أبي يوسف يعقوب المنصور، هذا الرجل الذي حقق انتصار الأراك في بلاد الأندلس. واتسعت الأمبراطورية وحظيت بالأمن، حتى إن المؤرخين يذكرون بأن الضعين تخرج من برقة وتتجه إلى وادي نول، لا تجد من يسألها من أين ولا إلى أين. فعم الأمن والرخاء والاستقرار بلاد المغرب في هذه المرحلة. بعد أفول نجم الدولة الموحدية، دخل المارينيون إلى مدينة مراكش وسيطروا عليها، إلا أن أهمية المدينة بدأت بالتراجع في عهدهم، لأن المارينيين اتخذوا مدينة فاس عاصمة لهم، واستمر هذا التراجع زهاء قرنين من الزمن، فأصبحت مدينة مراكش ثانوية ولم تعد لها نفس الأولوية التي كانت من قبل. لكن هذا الأفول سرعان ما انقشعت عنه ضياء جديدة مع الدولة السعدية عند بداية القرن السادس عشر، حيث عادت عاصمة من جديد فبلغت أوجها في عهد السعديين، وخاصة أحمد المنصور السعدي الملقب بالذهبي، فأصبحت مراكش عاصمة للذهب وتحولت إلى مدينة دبلوماسية، حيث زارها دبلوماسيون من أوروبا الغربية ومن كل الدول المشهورة، فاستعادت بريقها وكانت تأتي إليها قوافل الذهب منتظمة من بلاد السودان، حتى قيل إنه كانت هناك 1400 مطرقة تطرق الذهب أمام باب الشريعة. الذهب الدارسون العصريون وعلى رأسهم موني ذكروا بأنه كانت ترد إلى مدينة مراكش ما بين 6 إلى 9 أطنان في السنة من الذهب الخالص في هذه المرحلة. إذن أصبحت المدينة عاصمة دبلوماسية، عاصمة اقتصادية، ولذلك هذا ما جعل أحمد المنصور الذهبي يبني القصر البهيج، قصر البديع الذي تزال أطلاله ماثلة إلى العيان إلى يومنا هذا. بعد وفاة المنصور الملقب بالذهبي ظهر صراع بين أبنائه وحفدته، فتقطعت أوصال بلاد المغرب وانقسم إلى مماليك متصارعة، أهمها مملكة فاس ومملكة مراكش، وانفصلت بعض الجهات في الشمال كآل النقسيس وآل أعراف ناحية الريف وجبالة، فعاد الأوروبيون إلى احتلال بعض الثغور. مع الدكتور أحمد عمالك، أستاذ سابق لشعبة التاريخ بجامعة القاضي عياض. بعدما سقطت سبتة سنة 1415، سقط القصر الصغير، ثم طنجة، ثم أصيلة، العرائش، الجديدة، آسفي، المهدية، إلى غير ذلك من المدن التي سقطت في هذه المرحلة، وأصبح المغرب أصبحت ثغوره محتلة، وخلق المغرب وفقد أهميته الاقتصادية خاصة التجارية، بل إن الأوروبيين استغنوا عن الوساطة المغربية ووصلوا إلى بلاد السودان وأسروا كما يقال تجارة الذهب والعبيد وما إلى ذلك. لم تعد هذه تجارة جنوب شمال، بل أصبحت شمال جنوب كما يحلو للبعض أن يسميها. في هذا الوقت طبعا دامت هاتنا في مدينة مراكش حوالي 70 سنة تقريبا، حيث الواصفون والرحل رحالون الأجانب الذين زاروا مدينة مراكش وبعض السجناء وبعض الأسرى إلى غير ذلك، من خلال كتاباتهم يتبين أن مدينة مراكش أصبحت مدينة الحرب والطواعين والجوع، بل يذكر البعض بأن 7000 أسرة هاجرت المدينة، يعني تركت المدينة نيابة فارغة خالية على عروشها في هذه المرحلة. بعد هذا التفكك
يأتي عصر الشرفاء العلويين، حيث دخلوا مراكش على يد المولى الرشيد الذي أعاد وحدة البلاد، وراقت له مدينة مراكش فاستوطنها مدة من الزمن. بعد المولى الرشيد ولي الأمر السلطان المولى إسماعيل الذي عانى الأمرين من أجل استرجاع المدينة التي تراجعت أهميتها من جديد بسبب اتخاذ مدينة مكناس عاصمة لملك المولى إسماعيل، إلا أنها استعادت بريقها من جديد مع السلطان سيدي محمد بن عبد الله الذي استقر بها وسن سنة حميدة هي سنة التنقل بين العواصم فاس ومراكش، فأصبحت كلا المدينتين موكلة لخليفة. مراكش كانت من المدن العزيزة على قلوب ملوك المغرب وخاصة الملك الحسن الثاني رحمه الله تعالى، ومنها انطلق الخطاب الأساسي للمسيرة الخضراء سنة 1975، ولا تزال المدينة تحظى بالعناية والرعاية في عهد الملك محمد السادس نصره الله وأيده. لنا لقاءات أخرى في جنوب المغرب في الأسابيع القادمة، فكونوا في الموعد. تاريخ المدن المغربية أصالة وحضارة وتنمية. تاريخ المدن المغربية، إعداد وتقديم زكية حداد، إخراج كريمة بنيكس.